هكذا باتت الشوارع والساحات في العراق، وما ترونه ليس مكبا للنفايات أو منطقة مهجورة، بل هو حي موسى الكاظم الذي يعد من أقدم الأحياء في مدينة السماوة. هذا الحي مثل ما تشوفون أمام الأنظار، بس أمطار بسيطة حرم الكثير من أبنائنا الطلبة أسبوع كامل ما داوموا، ومن ضمن التخطيط العمراني طبعا ومشمولين بالمجاري، لكن للأسف اشتغلوا بس بداية المنطقة، وهذا الشهر الرابع أو الشهر الخامس، وشفتوا المدخل، يا ريت راح وثقتوا من البداية، وثقتوا المنطقة. أغلب الشوارع اشتغلوها وباقيات احنا ثلاث شوارع ما وصلوا. لما ناشدنا وخاطبنا الجهة المسؤولة اللي جاية تشتغل مجاري، قال هاي الشوارع بعدين الجهة الظهر ما يجوها دوم. الفساد الحكومي بلغ حدا غير مسبوق، فالخدمات تقدم على أساس المحسوبيات، ولذا فإن الأحياء الفقيرة هي الضحية الأبرز لهذا الفساد والفشل الحكومي المزمن. الله شاهد تبهذلنا من وراء الخدمات، يعني هاي حي موسى الكاظم ايش صار لها؟ يبلطون كل شوارع الدائر ما دايرها، وشوارعنا ذي النضالات لحد الآن ما مبلطات، ولا خدمات ولا لا مجاري، كل شيء ماكو. دوخونا هسه اطفالنا ما جاي تمشي للمدارس، من ورا من؟ من ورا ذن الشارعين هنا يفترون داير ما داير المنطقة، شكو مسؤول شكو ضابط شكو، يشتغلون ببابه وبيبان ظاله، ما عدنا لا ظهر كل شيء ما عدنا. معظم السكان يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة ويصارعون الفقر ليفاقم غياب الخدمات معاناتهم، حتى بات الخروج إلى الشارع بحثا عن الرزق أمرا شبه مستحيل في الأيام الممطرة. والله العظيم إذا صارت مطرة ما واحد يقدر يطلع سيارته ولا يقدر يمشي بالشارع، وهالناس هاي كلها تعبانه، ناس اكثرها تعبانه، ناس اللي عامل واللي متقاعد واللي عنده رعايه، يعني ناس اكثرها تعبانه. تقريبا الفقر عندنا 40-45% الفقر عندنا هنا موجود، وناس كلها تعبانه. سكان الحي حاولوا ايصال اصواتهم الى مسؤولي المحافظه، ولكن وكما يقال اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. ليش ما نعرف ليش؟ يعني طالبنا ناشدنا ردنا مات، ما حد يجانا، يعني بالما ذيك مرة فاضت المنطقة ما حد وصل لنا ولا اجى لنا واحد، وخاصة أنا شتاء الساعة أمطار ومات، يعني أي خدمات ما بيها صفر حي موسى الكاظم ليس استثناء في الواقع الخدمي المزري، بل يكاد أن يكون هذا الواقع هما مستداما لكل مدينة وحي في العراق منذ عام 2003.